السلام عليكم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملك الأرض أربعة، مؤمنان وكافران، فالمؤمنان ذو القرنين وسليمان عليه السلام، أما الكافران فهما النمرود وبخت نصر. والقصة ديالنا اليوم غتكون على النمرود. كان النمرود من أعظم الملوك في التاريخ، وأكثرهم تجبرا وكفرا وطغيانا في الأرض. أعطاه الله ملك عظيم وليس له مثيل، وكان عنده واحد الجيش جبار وكبير، وكان حاكم الأرض كلها زمانه. وشاء الله عز وجل أن بعث نبيه إبراهيم في عهد النمرود. في ذلك الوقت كانوا جميع الناس كيمشيوا لعند النمرود باش يعطيهم ما يسمى بالميرة، والمقصود بهذا المصطلح هو الطعام والشراب. ولكن كان كيدير واحد القضية قبل ما يعطيهم الميرة، كيسولهم شكون هو ربكم، كيردوا عليه انت هو ربنا، وكيعطيهم الطعام والشراب. كان النمرود كيدعي الربوبية بأنه هو رب العالمين كما كان كيدير فرعون في زمانه. وفي أحد الأيام جاء نبي الله إبراهيم لقصر النمرود باش ياخذ حتى هو الميرة، يعني الطعام والشراب، باش يطعم أهله وأولاده. سولوا النمرود وقال له: واش كتآمن أنني أنا هو ربك؟ ورد عليه نبي الله إبراهيم: لا، أنت لست ربي. ورد عليه النمرود: عجبا، أولك رب غيري؟ وجاوب إبراهيم: ربي هو الله. وقال له النمرود: وعلى ماذا يقدر ربك هذا؟ ورد عليه إبراهيم: ربي هو الذي يحيي ويميت. وقال له النمرود: أنا كذلك أحيي وأميت. وهو يعيط جوج ديال السجناء، قتل الأول وعفى على الثاني. وقال لإبراهيم: شفتي، حتى أنا أحيي وأميت. ورد عليه إبراهيم: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فآتي بها من المغرب. وما قدرش النمرود يرد عليه، وطردوا من القصر دياله، وأمر الحراس دياله باش ما يعطيوش الطعام والشراب.